مع بدء العد التنازلي لتعديل الدستور والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، عاد الجدل حول التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة والمناصب العليا للدولة. حقوقية دعين السلطة الحالية إلى رفع كوطة المرأة في البرلمان المقدرة حاليا ب 30% إلى 50% مناصفة مع الرجل. qui est là permet de rétablir une injustice, permet de construire l'égalité, permet de construire cette égalité et cette parité. Doit être suivi d'une loi qui doit dire 50-50% et non pas 30%, 50% de femmes au Parlement et vous verrez que la donne va changer. بالمقابل دعت أخريات إلى إلغاء قانون الكوطة باعتباره طعنا في كفاءة المرأة ومبدأ المساواة، مؤكدات أن البديل هو ضمان فرص متكافئة للجميع بغض النظر عن الجنس والنوع والفئة العمرية. هذه ضد مبدأ الديمقراطية في رأيي، وضد مبدأ المساواة اللي راهم يدعيوا ليه. إذا كان باش نتساوى أصلا مع الرجل فنخليوني مع تكافؤ الفرص، أعطوني الكفاءة وأعطوني الفرصة، أعطوني الفرصة وأعطوني الفرصة المناسبة، أنا أثبت وجودي بكفاءتي وقدراتي. هذه هي المساواة اللي هي مبنية على العدل. أما المساواة اللي يحطوا فيها، أما النسب بتاع الكوطات اللي يحطوا فيها الآخر، فلا تعني بالنسبة للمرأة إلا إقلالا من حقها، واعترافا أن المرأة ضعيفة وأن المرأة غير قادرة على إثبات وجودها في الساحة، تحتاج إلى دعم، إلى دفع. على مدى السنوات السابقة ظلت المرأة ضحية تسييس حقوقها بجعلها ورقة انتخابية من خلال قوانين حولت تكاملها مع الرجل إلى تدافع محموم، فمتى سينظر للمرأة كإنسان لا كمجرد أنثى؟ يتساءل المتابعون.